أسأل الله إليكم. الأخت هبة سألت أن زوجها يعني تعين في منطقة أخرى وكان اسمه في الملاك الوظيفي قبل أن يلغوا الملاك الوظيفي. قالت أن مدير المدرسة قال لي عندي أكثر من 70 معلم يعني زائد، فامكث في بيتك ويأتيك مرتب. أولاً مدير المدرسة لا يملك مثل هذا القرار، فهو سلطته محدودة، والواجب عليه إذا كان حريصاً على المال المجتمع وحريص على الحلال والحرام ويعلم أن مدرسته لا تحتاج إلى هذا العدد الكثير من المدرسين، عليه أن يخاطب مكتب التعليم الذي يتبعه وبأنهم يعني قد ينقل هؤلاء الأساتذة إلى مدارس أخرى، فالقرار ليس عنده. فالواجب على هذا الأخ أن يلتزم بالدوام الرسمي ويذهب كسائر المدرسين في سائر المدارس. أما المدير فلا يملك هذا، وإنما الذي يملك مثل هذا هو وزير التعليم أو الجهات المسؤولة إذا قررت إحالة أمثال هؤلاء الأساتذة الزائدين على الملاك إلى الملاك خارج، يخرجونهم خارج الملاك الوظيفي في انتظار تنسيبهم إلى جهة أخرى. وعلى هذا فإن المرتب الذي يتقاضاه هذا المدرس من هذا العمل دون عمل لا شك أنه مرتب بدون مقابل، وكما هي القاعدة الأجر مقابل العمل، ما دام أنه لم يعمل فإنه لا يستحق هذا الأجر وعليه أن يتخلص منه، فيحصر هذه الأموال والدنانير التي تحصل عليها من هذا العمل دون يعني عمل، ويحاول إرجاعها إلى نفس المصلحة يعني للتعليم، فإن لم يستطع فيحاول إلى مصرف ليبيا المركزي، كانوا قد أعلنوا على رقم حساب للأمانات يرجع هذه الأموال، فإن لم يستطع فينفقها في مصلحة من مصالح العامة، يعني يذهب إلى أحد المسؤولين في المصالح العامة التي كثير منها اليوم يشتكي من عدم وجود ميزانيات، فيعطيه هذا المال لينفقه على المؤسسة التي فيها وفي إدارة شؤونها، وأرجو بذلك ألا يكون عليه أي بأس بحول الله.